المكتب الإعلامي لمدينة دوما. هذه هي إصلاحات العدو بشار الأسد في مدينة دوما. قصف منازل مدنيين الآمنين براجمات الصواريخ وقذائف الهاوين والطيران الحربي. الله أكبر، انظروا حجم الدمار الذي يخلفه القصف العشوائي من قبل عصابات الأسد الغاشمة. الله أكبر. مكتب الإعلامي لمدينة دوما، هذا ما يخلفه القصف العشوائي على المدينة. الله أكبر.